متواجدين معاكم في حلقتنا اليوم، حلقة متميزة من مكان متميز ومحجر جديد، محجر خليفة. كما عودناكم في كل حلقة قاعدين نجيب لكم كل ما هو جديد وما يتعلق بفيروس كورونا، ودائما معانا ضيوف متميزين. وضيفي اليوم يمكن ما هم من القطاع الطبي لكن من اللي لهم دور كبير معانا في المحاجر. نرحب ونرحب مع العقيد فيصل الفريج. يا هلا فيك ويانا في كلام دكاترة. يا هلا فيك اخوي، يعطيكم العافية وما تقصرون، مجهود جبار قاعد تبذلونه في جميع المحاجر. الله يسلمك. حابين نكلم او يعني نوصل صورة اللي قاعد يصير حاليا في محجر خليفة من تجهيزات وزارة الداخلية، وبالذات او يعني بالاخص اللي هو القوات الخاصة اللي متواجدين في محجر خليفة. على عمرك، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نقول دورنا الأساسي في المكان هني مساعدة الطاقم اللي موجود، زائد تنظيم وتأمين المكان. نعم. من جميع النواحي. نعم. تنظيم الدخول والخروج، وإحنا على أهب الاستعداد. نعم. في تواجدنا على مدار الساعة لخدمة هالوطن وما أعطانا الوطن، فشيء طبيعي دورنا إحنا كوزارة الداخلية في تأمين المحجر كامل من البوابة لنهاية البوابة، بحيث أن الكل يكون مرتاح. طبعا إحنا لما نتكلم عن متجه فهو له جهتين، جهة على البر وجهة على البحر، فإذا بس تفيد السادة المشاهدين شلون راح تتم تغطية أو التغطية، خلينا نقول أو السيطرة على الناحية البحرية. البرية عارفين مدخل واحد ويتسكر، بس البحرية شلون راح تصير؟ صحيح، عندنا نقاط متوزعة. نعم. في جميع الأماكن وخاصة على البحر، زائد التسكير الأساسي في الحواجز اللي إحنا حاطينها، وكذلك ما ننسى ان في ربط بيننا وبين خفر السواحل. نعم. لحماية المنطقة البحرية، وعندنا امورنا احنا ككاميرات حرارية تخدمنا لليل. نعم. في كشف اي تحركات موجودة من صوب البحر، زائد لا ننسى ان في عندنا ناس موجودة على مدار الساعة لها دوريات راجلة تمشي وتمشط المكان لتأمين هذا المحجر. الأمور الاحترازية والوقائية اللي تأخذونها حقكم أنتم كضباط وأفراد متواجدين 24 ساعة في محجر خليفة، اللي هو أحد المحاجر اللي طبعا في احتمالية أنه يكون في أحد حامل لفيروس كورونا. إحنا الأمور الوقائية اللي ماخذينها عادة ناخذها عن طريق وزارة الصحة. نعم. يزودوننا في الأمور اللي هي الكمامات، الجلوفز، طريقة التعامل مع الناس اللي موجودة. نعم. فهذه كلها أمور مدروسة عندنا وماشيين عليها في الوقت الحالي وله قدام. يا هلا مرحبا فيك في كلام دكاترة. دكتورة عبير العيسى، متواجدين اليوم في محجر خليفة، نبيش تكلمينا عن استعداداتكم حاليا. احنا موجودين معاكم قاعد تستعدون، ولما دشينا شفنا في لوية شوية وفي عيادة قاعد تجهز، في صيدلية وفي هلال الأحمر وفي ما شاء الله قطاعات كثيرة قاعد تجهز هذا المحجر. حدثينا عن محجر خليفة. طبعا محجر خليفة تم اختياره ب 25/3 بالتعاون، استلمناه وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية الله يعطيهم العافية، واحنا على قدم وساق في تجهيز المحجر. عساكم على القوة. الله يسلمك. سواء مع الخدمات الصيدلانية، المستهلكات. نعم. نظم المعلومات، الأطباء والتمريض موجودين، والصحة الوقائية والنقليات ما شاء الله، يعني الكل قاعد يشتغل ومو مقصر ما شاء الله. وهذا الشغل كله قاعد يستمر لليوم. اي طبعا. اي يعني الاستعداد حق الطيارات الجايه فيها المواطنين الاجلاء اللي راح يصير عن قريب باذن الله تعالى. ان شاء الله احنا ان شاء الله مستعدين ان احنا نستقبلهم
ونتمنى لهم أن يعني تكون إقامتهم هنا مريحة وتمر بهدوء ويطلعون حق أهلهم بالسلامة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. من ضمن السدادات، هل في أدوية كافية؟ يعني عملتوا حسابكم أنه والله المكان هذا يعني الاستيعاب ماله على حسب عددية اللي راح يسكنون فيه أو النزلاء، يبتولهم أو جهزتولهم ما يحتاجونه من أدوية؟ ما نتكلم عن أدوية اللي هو طبعا علاج فيروس كورونا، لكن أدوية اللي ممكن أنه يكون في عندهم بعضهم أمراض مزمنة، يعني مرضى الربو، مرضى القلب، الضغط والسكر، عملتوا حسابكم من هالناحية هذه؟ طبعا هو المستودعات الطبية ما شاء الله ما قصرت معانا وموفرت لنا جميع الاحتياجات. نعم. بس في طبعا أدوية معينة ما تتوفر بصورة آلية، لازم إحنا ناخذ أول شيء التاريخ المرضي للمراجعين أو للنزلاء اللي راح يكونون موجودين عندنا. نعم. وبالتالي نحدد في أنواع أدوية لازم نطلبها على الطلب، على حسب المريض، احتياج النزيل. أبي أسأل بعد بخصوص اللي هو المستلزمات الوقائية حقكم أنتوا يعني كدكاترة. إيه. وفنيين، وراح تحتكون مع ناس يعني احتمالية أن يكون حايشهم أو حاملين لفيروس كورونا، ما مدى يعني توفير هذه المستلزمات؟ طبعا مستلزمات يسمونها اللي هي الحماية. نعم. البي بي اي موجودة، كل شيء موجود، أنواع الماسكات موجودة، أنواع الجاونز اللي هي يلبسونها فوق ملابسهم موجودة. نعم. الشو كفر موجود، الهيد كفر بأنواعه موجود، سيرجيكال ونيرسز. نعم. الحمد لله يعني كل شيء متوفر بكمية كافية، وإحنا طبعا كوزارة صحة مسؤولين عن توفير هذه المواد لجميع العاملين بالمحجر. نعم. زائد النزلاء اللي راح يجون لنا. وطبعا هم بعد في امور اللي هي خلينا نقول الفندقيه، الامور اللي لازم تتوفر داخل الشاليهات، اعتقد هذه هم تم تغطيتها. هذه تم تغطيتها، والحين قاعدين يجهزون الحاويات. نعم. تكرمون. اي نعم. في حاويات اللي هي لونها اسود راح تكون عليها كيس ازرق، هذه للنفايات العاديه. نعم. وفي حاويات لونها اصفر وفيها كيس اصفر للنفايات الملوثه اللي هي الماسكات واي شيء يخص المراجعين النزلاء. وراح يتم طبعا في طريقه لنا احنا كوزاره الصحه شلون تتجمع، وفي حاويه كبيره وشلون يتخلصون منها. الله يعطيك العافيه وما قصرتي. الله يعافيك يا رب. عيسى شكرا على تواجدك معنا في كلام دكاتره. اذا حابه تقولين كلمه اخيره او نصيحه توعويه للجمهور تقدرين تفيدينهم فيها. احنا هني موجودين لخدمتكم، وكل اللي طالبينه من الكل انه هو يتعاون علشان الأزمة هذه تمر، واتباع نصائح وزارة الصحة. والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، ونشوفكم على خير. السلام عليكم، أنا اسمي علي بوفتين، أنا طالب جامعة كولورادو بولدر، تخصصي هندسة معمارية، وصار لي أول سنة من هناك. ولما رديت الكويت سويت لي حجر منزلي، الحين صار لي 13 يوم. أول ما انتشر المرض بأمريكا ووصل ولايتي، أنا على طول إن قللت الطلعات وحاولت إن كثر ما أقدر ما أطلع. طلعاتي بس كانت إن أروح الجامعة وأروح الجمعية. أول ما انتشر الفيروس ووصل للمنطقة اللي أنا كنت قاعد فيها اللي هي بولدر، الجامعة سكرت، الجامعة تسكرت يعني، وصارت كل الكلاسات أونلاين. فأنا بلغت الوالد على طول وقال لي الحين أحجز لك تذكرة على أسرع وقت يعني، ورديت الكويت الحمد لله بالسلامة. وأول ما وصلت الكويت الوالدة كانت مجهزت لي الغرفة، حطت لي ماي وبطار، وقبل أدش البيت عقمت الجنطة، عقمت نفسي ودشيت ولا سلمت على أحد، وعلى طول للدار يعني. حالتي الصحية الحمد لله ممتازة، ما قام أحس بتعب ولا فيني كحة ولا حرارة ولا شيء الحمد لله يعني.
أما حالتي النفسية شوية قام تتعب يعني، لأن والله صعبة الحكرة، وأن أصعب شيء أن ما تقدر تشوف أحد يعني، كله تسمعهم من وراء الباب يكلمونك أو أن على التليفون، بس أن ما تقدر تشوف أحد ويه بويه، فهذا يعني أصعب شيء. ودائما التواصل مع الوالدة أن كله أكلمها أقول لها أن تجيب لي أكل ريعان، أو إذا ليهم مسوين أكل أقول لها شنو أبي أكل، وش إذا في حلو تيب لي قهوة عربية أقول لها تيب لي، وكذي يعني. إن لما يبون لي الأكل يخلونه برا، إن كله بمواعين بلاستيك، كفاش بلاستيك، شوك بلاستيك، كله بلاستيك، ويحطون معاه تشيس زبالة يعني. فلما أخلص من الأكل أحط المواعين والكفاش، أحطهم كلهم بالتشيس الزبالة وأخليهم برا يعني عشان يشيلونهم. ما بعدين روتيني اليومي هو عبارة عن سوني، نتفليكس، وكلاسات. وبالنهاية أنصح كل واحد راد من السفر إنه يسوي نفس اللي أنا سويته، إنه يسوي له الحجر المنزلي ويقعد بالغرفة 14 يوم. أدري إنه صعب ويقولون لا ما داعي ما شنو، بس أنت ما تدري، لأن المرض ما يبين إلا بعد 14 يوم. ف علشانك، علشان غيرك، وعشان لا حد يطيح مريض وانت تكون السبب، مو حلوة يعني. فدير بالكم وسمعوا كلام وزارة الصحة. مشكور. يا هلا ومرحبا فيك اخوي محمد الرومي، صيدلاني معانا في محجر منتجع خليفة. يعطيكم العافية. انتم طبعا اللي احنا نسميهم الطب المساعد، او الطب المساعد، اللي احنا ما نستغني عنكم في كل مكان، لكن في محجر خليفه نبيك تكلمنا وتحدثنا وتعلم المشاهد شنو دوركم، وشلون لما ياكم الخبر انه والله اخذنا المنتجع خليفه انه يكون محجر وحابين نجهز فيه صيدليه، شلون تعاملتوا وياه؟ طبعا يانا الخبر امس، يعني امس الظهر دقوا علي، ترى لازم تتواجدون في محجر منتزه خليفة اللي صوب الشاليهات. وكان معي الصيادلة خالد رفاعي وبدر العنزي. تواجدنا من أمس بالليل وقعدنا تقريبا فوق الخمس ست ساعات، جهزنا المكان. هو عطونا تقريبا، فاجئونا، عطونا غرفة، قالوا لنا هذه الصيدلية وانتوا حاولوا تكونون متواجدين فيها وتجهزونها 100%. هذا بيتكم وانتوا أثثوا. فهذا مكانكم وانتوا عاد انتوا ابداعاتكم شنو تسوون. فقعدنا احنا الثلاثه الصيادله، سوينا ميتنج وبرين ستورمينج، طلعنا شنو الاشياء اللي نبيها. عرفنا منو النزلاء اللي بيون المكان. قالوا لنا تقريبا راح يكون متواجدين فوق ال 300 الى 400 شخص. للحين ما يانا العدد. فشنو سوينا؟ خذينا سبلاي من ادويه من مستشفى العدان، هم ساندونا بالادويه ورحنا لهم اليوم الصبح. خذينا كل الأدوية اللي توقعنا النزلاء راح يكونون يحتاجونها، مثل أدوية الحساسية، المسكنات، حتى يبنى بعض الأدوية للأمراض المزمنة. يعني توقعنا أن بعض النزلاء ممكن يكون فيهم سكر، ضغط، كوليسترول، فيبنى أي أمراض القلب كلها. فحاولنا أن نوفر كل الوسائل عشان راحة النزلاء إن شاء الله وسلامتهم. ما شاء الله. طبعا هذه الأمور هذه كلها لا شك انتم يعني ملمين فيها. طبعا انا بس ابي ارفع شويه زياده، يعني انتم الحين لما تجون هني سويتوا مثل ما قلنا بيتكم واثثتوا. اثثنا، خلصنا وجهزنا وجهزنا كل الادويه. الحين اللي بيسكن شلون طريقه دوامه؟ هل راح يكون متواجد 24 ساعه في بريكات، في راحات بينكم، في شفتات راح تداورون؟ هو راح يكون في شفتات، احنا ثلاثة اشخاص، دوامه راح يكون 12 ساعه، وممكن يوصل الى 15 ساعه على حسب لما يوصلون النزلاء، لان للحين ما وصلوا النزلاء، فالحين ما عرفنا بالضبط اوقات الدوام، بس غالبا راح يكون 12 ساعه تقريبا بالشفت. راح يكون في شخصين ما راح نخلي واحد عشان نخاف من الضغط. صحيح. فبناخذ اول كم يوم نبي نعرف بس وسيله او طبيعه العمل، بعدها راح نرتب بينه. غالبا راح يكون شخصين والشخص الثاني يرتاح، بعدين شخصين وشخص يرتاح.
وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، كنتوا معانا في محجر منتجع خليفة، أخذنا معلومات مهمة وعرفنا شلون قاعدين يجهزون هذا المحجر حق الجايين من برا. بالأخير نقول لكم إذا تحب الكويت خليك بالبيت. مع السلامة.